الحلقه دي لزوجات المغتربين اللي بيسافروا لجوازتهم في الاجازه. اولا نخف مصاريف شويه ونهدى من كلمه هات وعاوزين، وبطلي طلبات قبل السفر. انت ما تعرفيش هو دافع قد ايه علشان يجيبكوا تقعدوا معاه الاجازه، عشان تهونوا عليه مراره الغربه مش عشان تقطموا وسطه في المصاريف. ما تبقيش لود مصاريف عليه علشان تقدروا تتجمعوا وتقضوا الاجازه مع بعض كلكم. وخلي بالك الزيارات دي بتبقى مهمه جدا بتاعه كل صيف، علشان لما يرجع بعد كده ما يبقاش غريب عنك انت والعيال، وتفضلي انت واولادك تقولي هو مين ده، احنا ما تعودناش على وجوده، هو بيتحكم فينا ليه. خليكي لذيذه وخفيفه وهوني عليه، ويا عين امه لو قالك مش معايا البوز هيطلع شبرين مش هيبعتلك تاني يا هبله. وحاجه كمان، وانت راجعه ما تبقيش عايزه تجيبي هدايا لفلانه وعلانه وامي واختي، مش اللي هيشتغل بيه الراجل ويوفره طول السنه تيجي حضرتك عايزه تصرفيه كله في الصيف. حاسسينك قلبك عليه وعلى تعبه وعلى قرشه وعلى غربته. تاني حاجه بقى، واحده هتقولي مش نجيب يا ولا شويه لعب للعيال واحنا مسافرين علشان يلعبوا بيها هناك؟ هو عيد يا ستي؟ ما تاخدي لكل عيل لعبتين من البيت عندك وخلاص، وكلنا لسه جايبين للعيال لعب في العيد، يعني العيال عندهم لعب جديد. بس خلي بالك علشان وزن في الشنط، خدي لعبتين بس وما تطوعيش العيال، لان العيال اللي ود ودهم يسحبوا صندوق اللعب كله معاهم. تالت حاجه بقى، بشوف ناس بتملى الشنط اكل اكتر من الهدوم. سهلي على نفسك وخدي الحاجات اللي تسهل عليكي وقفه المطبخ، بدل ما تقعدي هناك الثلاث شهور في المطبخ. وناخد المعقول برده، مش زي ما قلت لكم في الاول في ناس بتعبي الشنط اكل وبس، في حاجات هتخلص وينفع عادي نشتري من هناك، وفي ناس عايشين هناك على فكره بتاكل وبتشرب عادي زينا. وانا قلت لكم قبل كده ان الاسعار هنا زي هناك وكلها محصله بعضها. الحاجه بقى اللي تاخديها كلها من هنا حاجتك الشخصيه، ودي رابع حاجة علشان ما تقعديش تلفي عليها هناك، وخلي خروجاتك هناك في المعقول مش عمال على بطال كل يوم، خليها مره كل اسبوع مره كل اسبوعين. لكن لو في اماكن عامه في البلد اللي انت رايحاها انت وعيالك من غير مصاريف، لا انزلي كل يوم انت والعيال. انا كل اللي عايزه اقوله لك، واهم حاجه ما تفرتكيش القرشين اللي الراجل محوشهم للغربه، دي فلوسك انت وعيالك. شوفي بقى انت عايزه تفرتكيهم ولا تحافظي عليهم. الستات بقى اللي بتسافر قولوا لي في الكومنتات وانتم مسافرين بتاخدوا معاكم ايه في الشنطه.